اول شيء خلينا ناخذ نحن الحبش بهالطريقه. اجي انا بدي قصها انا هون، احط فيها السكين امسكها مزبوط، قصها كمان مزبوط، فيني قص هيدي شرحه من الشرحات، فيني ارجع فوت انا كمان فيها بهالطريقه، امسكها مزبوط كمان السكين بده يكون مسنون معي، واجي انا قص بهالطريقه هون، رح شيل انا هيدي الشقفه هيك، رح استعملها بعد شوي، رح قص هون صار عندي شقفتين، كما هون رح قص اربعه، صار عندي هلا هيدي بورشن، يعني هيدي بورشون يعني هيدي لشخص واحد، هيدا صحن وهيدا صحن، وفينا نرد الباقي. هالباقي بكره رح تشوفوا انا شو رح اعمل بالحبش الطازه اللي انا عندي، ورح استعمل هاي القطعه من الحبش المدخن بكره، اوكي؟ رح نخليها على الحب. هلا انا رح اقطع هون شوي صغيره كمان هيدي شقفه الحبش صغار صغار صغار، ورح ننتقل هلا تنعمل الصلصه مع الحبشه كلها سوا. قبل عندي هون الشامبينيون فريش او الفطر الطازه. هذا الفطر الطازه دائما نحن بس بدنا ناكله طازه، بدنا ناكله ني، شو بنعمل؟ بنقشره نحن، ما لازم نغسله قبل احلى ما يسود معنا، بنقشره نحن بطريقه حلوه، يعني فينا نقشره بايدنا، تطلعوا كيف؟ اوكي؟ حتى انا هلا ضفيري مش عم يلقطوا لان لابس كفوف، بس انتم فيكم تجيبوا سكين عادي مثل ما انا رح اعمل هلا، طلعوا كيف؟ وتقشروا انتم الشامبينيون اللي عندكم، طلعوا كيف؟ لك كيف كمان اللون فرق عنا من اللون هيدا الاسمر اللي برا اللي هي القشره للون الابيض، وهيك بنقصه بطريقه حلوه من دون ما نغسله. بس هيدا ما بيعني انه انا ما فيني غسل الشامبينيون، انا فيني غسلهم للشامبينيون، دغري اقطعهم واستعملهم وحطهم بالمقلي مثل ما رح اعمل هلا، طلعوا كيف؟ بشيل الشامبينيون اللي انا موسخين، بس اذا بقشرهم ببطلوا موسخين، طيب اذا انا ما بدي اقشرهم مجبور غسلهم، يعني انا بدي احطهم بقلب المي، بخليهم شوي صغيره، ها؟ شوي صغيره بايدينا يا شيف شادي، عندنا التراب وعندنا هل الوسخ الموجود عليها شوي صغيره من فوق، شو بيعمل؟ بينزل الى القعر، هلا بعد شوي هلا بتشوفوا، برجع انا بشيلهم وبقطعهم، فيني اكلهم بقشرهم من دون اي مشكله، والقشره كثير مفيده، اما مش حلو منظرها كثير، بس انا اقدم الطبق اللي فيه الفطر الطازه ني، اوكي؟ يعني فريش قدامي، هو دائما فريش، بس في ممكن يكون فريش مقلي، فريش مشوي، او فريش مقطع، وفينا ناكله دغري. رح نشيل قدامنا هون هالقطعه شوي صغيره، وبنولع هون تحت هيدي المقلية. اوكي. لكن المهم صرنا نعرف هلا انه نحن اي نوع من اللحومات المطبوخه اللي فينا نشتريها بالوقيه، مثلا عندكم الحبش اليوم المدخن فينا نشتري من الاسواق بدايه من 4000 ليره، يعني حوالي 3 دولار الا نتفه، الوقيه الوحده يعني 200 جرام، وفينا نوصل لل 20 25000 ليره الوقيه حسب نوعيته وحسب كيف محشي وحسب من اي يعني بأي طريقة مدخن وكيف مطعم. فينا نروح على الجومبونات، فينا نروح على جومبونات، حلو جمع الجومبون، اوكي، والمرتديلات، وفينا نروح على البارميت اللي بدكم اياه، وعلى انواع السلامي، هودي فينا نستعملهم، وكثير عالم بعيد الميلاد وعيد راس السنة بيحبوا تشيز اند واين، مثلا جبنة مع شوية، إذا بدنا نجيب كمان شوية جومبون معهم شوية سلامي، وكمان الامبيد، يعني بيحبوا هيك هالسهرات الحلوة بالأعياد، وخاصة كل الأشخاص اللي بيجوا من برا. اوكي، من برا يعني قصدي من الغربه تا يعيدوا مع الاهل. هلا انا ايش صار عندي انا هون؟ صار عندي هالشامبينيون اللي انا مغسلين، رح احطهم هون، اذا متطلع بالمي من لقيها المي كمان رسي لقعر للقعر كمان التراب اللي كان موجود، وببلش انا بقطع بهالطريقه، طلعوا كيف؟ ما رح اقطعهم كلهم، رح اقطع شوي صغيره، وبدي ارجع اذكركم انه في صلصه كتير مهمة منستعملها نحن كتير أو بيستعملوها كتير بالمطاعم، ونحن منسأل عنها دايما، هالصلصة البنية اللي بيقدموا لنا إياها مع الفيليه، أوكي؟ منلاقي مثلا تنقول مقدمين لها أونتركوت، مقدمين لها شاتوبريان، مقدمين لها فيليه أو بوافر أو شامبينيون، أوكي؟ شو ما كان يكون مقدمين معه صلصة بنية اللي هي صلصة الدمي جلاس. طب انا هلا بدي اروح بدي اعمل مثلها لهالديمي جلاس، بس ما تكون لونها كل هالقد بني، اوكي؟ وبعدين هلا بس نرجع بعد شوي صغيره من البريك، رح نخبر عن الديمي جلاس كيف كمان بتنعمل. ليكو الشامبينيون انا هلا كيف قطعتهم، اكيد المقلي صارت انا عندي حاميه يا شيف شادي، بنروح على المقلي، زيت الزيتون جاهز عندي دايما دايما، اوكي؟ فيكم تحطوا زبده او سمنه اللي بدكم اياه او زيت نباتي، ما عندي اي مشكله.
دغري بيحمى عندي الزيت لانه المقلي حامي. بناخذ الشامبينيونات اللي عندنا بهالطريقه اوكي، وبرجع بعيد انا ما حطيت بصل وما حطيت ثوم، يلي بده يحط ما عندي مشكله. عم نعطي افكار وعم نعطي باز وعم نعطي اسرار تنعمل طبخه معينه، وانتم بعدين شو بدكم تزيدوا عليها؟ انا عم زيد عليها شقف من الحبش المدخن اللي عندي، انتم زيدوا عليها شقف من الدجاج المسلوق او الدجاج الني او شقف من اي نوع من اللحم بدكم اياها او اي نوع من الخضره. حطيتهم بهالطريقه مشان يعطوني طعمه حلوه. حركنا لايكو شو حلوين، واو طلعوا كيفه. بلشنا شوي صغيره. هون شو بعمل انا؟ بنتقل، ما بخليهم كثير كثير يتحمصوا، بنتقل وباخذ البانيتوني هون هخبيه، بعد شوي جاي جوزيف. اوكي حطه هون هيك. هلا طحين انا عندي، انا هون هيدي ملعقه شلنا الطحينات وحطيناهم فوق الشامبينيونات والشقف الحبش اللي عندي. هلا مثل كانه انا عم بعمل رو، الرو هو عباره عن الزيت او الزبده مع الطحين، مزبوط؟ مشان نعمل بشاميل. لك كيف خلطنا، طلعوا بس هلا بليز. هيدي كمان علومية كتير حلوة، خدوها بعين الاعتبار. منخلي منحمص هالطحينات شوي صغيرة مع الشقف الشامبينيون اللي بعدهم عندي هيك، اخدين الجمال جمال اللون الابيض. وهلا شو بعمل يا شيف شادي؟ منحط عليهم من المرقة واحد اهبي ثلاث دقايق مرتاح، منشرب كباية مي وبترجعوا لي بسرعة. اوكي كريمه الحمضه شو بحطوا لها؟ حامض. ها؟ عن غايب لك حامض. حبيت لك من جديد اللي ما كان معنا صار معنا حلقه ممتعه، عم نتعلم فيها دائما اشياء جديده، اخذنا فكره كيف فينا البيض اول شيء، برجع بعيد اللي ما كان معنا صار معنا تنعيد كل شيء، انا دائما هيك معود كمان المشاهدين، ورجعنا حكينا انه اي نوع من اللحومات المطبوخه او المدخنه فينا نستعملها باطباقنا اليوميه، اذا كنا مستعجلين واصلين على البيت بنشيل هالحبش المدخن من برا. يي هذا البانيتوني اللي حكينا عنه، انا قلت للشيف شادي بس حطه هون. انت جبته له؟ لا اوكي لخمت انت عم بتضيع صغير. لكن شو عملنا؟ زيت زيتون، شامبينيون فريش قطعناهم، حطينا كمان فوقهم شوي صغيره كم قطعه صغار من الحبش المدخن، وجينا حطينا عليهم طحين، صار معنا مثل الرو كمشوا على بعضهم، وحطينا عليهم من مرقه الخضره او مرقه الدجاج او مرقه اللحم ما عليه، يعني بس ما نروح على مرقه السمك الا اذا حطينا محل الحبش نوع من السمك. شو صار عندنا؟ طلع جوزيف صار عندنا هون صوص فينا نستعملها هلا لوحدنا، فينا نحط لها ملح وبهار اذا ناقص كانت المرأة ملح وبهار، ونحطها مع الباستا. ما بدك حامض؟ فينا جايين على هذا الموضوع، اوكي؟ لك شو صار؟ هون بس في شغلة بدي بدي وبدي وما بدي، تعرف هيدي الغنية؟ ايه طبعا. اوكي. بدي دايما استعمل هالنوع من الحامض اللي هو اللايم، اللي هو هاللومي المدخن شو اسمه اليابس المجفف، بكل مرقاتنا كل مرة أطنع حتى اجبركم تروحوا تشتروا منه، لانه عن جد بيعطي طعمه هائل لجوزيف. طبعا لازم، سعره ابدا مش غالي خيص. وفينا نحطه باي نوع من المرقات اللي عندنا ولا اطيب من هيك. طب صدقوني صدقوني اذا حطينا حامضه بتمرمر عادي؟ اوكي 100%، اذا بنحط حامض منكتر منه ممكن يمرمر، بس اذا ما كترنا منه ما في عندنا اي مشكله، لانه فيك تستعمل انت صرت الحامض تعمل صوص اوسيترون او صوص على الحامض. مقصد الحامض اللي مش مجفف اللي هيك. اوكي عادي، اذا تبرشه بيحمض كثير ما بيعطي نفس الطعم. ما بيعطي نفس طعمي للمرأة اللي بدنا اياها. ليكو شو رح نعمل؟ ليكو شو جبت معي انا؟ شفتوا؟ وحده وهون اثنين، عم يسالوني كل العالم يا شيف شادي منين فينا نشتري نحن الساور كريم؟ هيدي اكيد علبه جايبها من البراد، ما رح شيل عنا الجلينك فيل شو اسمه الالومنيوم لانه ما بدنا نفرجي الماركه تبعيتها، بس فيكم تشتروها بهالطريقه، اوكي؟ مثل علبه اللبنه، وهيدي لبنه عاديه. اوكي. وهيدي كمان انا عندي كريمه فريش. إذا بدي أجي أعمل أنا الساور كريم أو الكريمة الحامضة اللي بنسمع عنها دائما، شو بنعمل؟ بدنا نجيب، خلينا نوطي النار شوي، بدنا نجيب المخبط الكهربائي أو الخلاط الكهربائي ونحط فيه الكريم فريش ونضربها حتى تصير مونتي أناج، حتى تصير لونها أبيض، ساعتها بنضيف لها عصير الحامض بقلبها وبنضيف لها الطعمات اللي بدنا إياها، لأنه ممكن تكون ساور كريم يعني كريمة حامضة، ساور معناتها حامض مش مضبوط؟
ساور كريم ممكن يكون فيها، اكيد الحامض بده يكون فيها، بس ممكن تطعمها ساور كريم مع البقدونس، ساور كريم مع الحبق، ساور كريم مع النعنع، ساور كريم مع الانشوا، ساور كريم مع، فهمت علي كيف؟ أوكي. يعني فينا نطعمها مثل ما بدنا. طيب اذا ما بدنا نعمل هيدي الشغله، ها زيح هي كريمه لهون لانك غالي مثلا، وعندنا بالبيت من اللبنه، اوكي من اللبنه، فينا نجيب نحن هون عصير الحامض على اللبنه طلع. اوكي، لا ما حدا عم يسمعني، هذا السر بيني وبين المشاهدين. وهون شوية بقدونس إذا بدك، مزبوط؟ فينا أنا هلا هون بحرك، طلعوا، صار معي ساور كريم بقدونس. بس ما تقولوا لحدا استعملنا اللبنة، أفهم علي الموضوع كيف؟ يعني هي صارت هي؟ لا، هيدي هون ساور كريم، لأنه الساور كريم اللي بيبيعونا إياها اللي بيسموها كريمة، أول شيء أرخص لأنه بيعملوها من الحليب البودرة، يعني هيدي كيلو حقه 4000 ليرة لبناني، يعني 3 دولار، هيدي نص كيلو حقه 5000 لبني. اوكي اوكي، هيدي من حليب البقر الطازه، وهيدي من حليب البودره. اوكي، بس هيدي كمان طيبه، فيكم تشتروها، اسمها لكريمة او اسمها ساور كريم. صار هيدي اوريدي حامضه، مش ضروري جد لحامض. اذا بدي بجيب طعامها انا، اذا بدي انا اليوم بحط لها من البقدونس مثلا او السيبولات او اي نوع من الاعشاب، فيني اروح على انواع من البهارات، راح احط فيها شوي من البابريكا انا بقلبها، وراح احط فيها شوي، وراح احط فيها شوي صغيره من الزنجبيل، وراح اجي هيك على ذوقي انا بدي احط فيها شوي صغيره من الخردل، يعني انا بدي خردل. شو؟ ساور كريم. ساور كريم فظيع. طلع كيف هون صارت؟ صار عندي اثنين ساور كريم انا قدرت اعملته، هيك بنكون تعلمنا كيف عملنا ساور كريم. اوكي. معي ولا مش معي؟ معك. طيب انا هون طلعوا الصوص. شفتوا هون الصوص كيف؟ هيدي الصوص. انا هلا مثل ما قلت فيني احط فيها انا شو؟ الباستا وقدمها. اوكي. كما انه فيني اروح انا على الكريم جيبها وحطها واخلطها فيها. اوكي، صار معي الصوص. لك الصوص اللي انا عملتها هلا بتشبه الديمي جلاس او الصوص البنيه اللي بيحطوها بالفيليه، بس مش هي. اوكي، عم نكذب على حالنا شوي صغيره، بس انا وصلت لنتيجه. أوكي. لانه هديك بدها شغل كتير من العظم ومن الخضره ومليون الف شغله، وهيدي مره قلت لك عنها بتحطها بالفرن وبعدين بتشيلها وهيك قصص كلها. شو بعمل انا هلا؟ جاي لي صورها، مش صورها يا جوزيف، صورها. صورها يعني فيني روح انا على الساور كريم اللي عندي هيدي. أوكي. طلع. شايف كيف؟ فيني كمان اذا بدي اروح على اللبنه اللي انا عملتها ساور كريم، فيني اشيل منها انا هيك واجي انا اشتغل فيها بهالطريقه. صار عندي شو؟ صار عندي استعملت اللبنه او استعملت الساور كريم بالصوص تبعيتي، ما عاد استعملت شيء اسمه كريم فريش. اوكي، هيك بيعطيني انا، انا اعطيني ثلاث خيارات. فيك تروح على الكريم فريش اللي هي شوي صغيره غاليه، نص لتر حقه شي حوالي 5000 ليره. اوكي، ممكن فيك تروح على الكريمه اللي هي معموله من الحليب البودره اللي هي ساور كريم اوريدي موجودة بالسوبر ماركت. فينا نروح على اللبنة الموجودة عندنا بالبيت، فينا كمان نروح على شغلة تانية اللي هي اللبن، بس غير مستحب، لأنه مرات اللبن بيقرش معنا، بتلاقي إنه بيفصل معنا بس نغليه على حرارة، أو بيكون لبن جامد 100%. أوكي، طلع هون صار عندنا، صار عندنا صوص بتطوش بتعقد. الملعقة عندك وتفضل يا أبو الزوز. بدنا نزيد علي الحبش؟ عمالك شوي صغير. معلوم، لا أنا مع الحبش. بدي منك هلا ندوقها ونشوف نحن إذا نقصنا أي طعمة. هلا كونه جوزيف خبرته قليلة بالمطبخ، أنا مجبور بدي أدوق بهالطريقة تنعرف نحن. واو واو يا شادي، شو شاطر. واو يا شادي، ما في حدا يمشي معك أبدا، حتى لو معك ميني كوبر وجوزيف معه فراري أنا بسبقه. أوكي أوكي، طلع هون يا جوزيف، شو حلوة هالصوص هيك. أنا بجي هلا لك شو عندي، خليك معي. عجل طيبة، تعال بجي أنا. طلع شو عملت، صوروا هيدا مثلا دجاج، تصوروا حتى ستيك، حتى فيليه مشوي من قبل. مشوي اوريدي يعني. هلا انا عملتها بتعرف ليه؟ ايه؟ عم بقول لهم انه بس يعملوا الحبش وبقي منه فينا نعمل هالطريقه. اوكي. نشيل لحمه منه او دجاج بالبيت او لحمه مشويه او فيليه، طلع كيف؟ بخفف تحته، بنجي بنخلطهم بهالطريقه جوزيف. فظيع. بتعقد مجنن. اوكي. لك صور كريم، صرنا نعرف نعمل، صرنا نعرف نستعمل اللحمه المدخنه او اللحمه الباقيه عندنا بالبيت، وحكينا على موضوع الصوص وكل شيء والشامبينيون. اللي بدي هلا بنشيل هودي على جنب الاثنين ساور كريم، ورجع بنردهم محلهم بهالطريقه. برجع هلا بدي اجيب هون اللعبه الحلوه جوزيف، الشامبينيون المغسلين. اوكي اوكي، شامبينيون فري. اوكي اوكي، لارين بدها هيك. اوكي، ما تقلي مين لارين. اوكي يلا، انا اللي بدي اقول لك مين. اكيد شكر كثير كبير لكل فريق الانتاج الموجود جوا، وكمان الاخراج، لانه مرات كثير بينبهنا على كثير اشياء، خاصه انه نحن عم نشتغل. طيب هلا انت استعملتهم فري مثل ما عم تقول، بس فينا نستعملهم علب مثلا؟ ممكن. اوكي، علب شو يعني؟ ايه ممكن معلبات يعني. اكيد اكيد، يعني فينا نجيب نحن علبه، بس اكيد الطعمه بتتغير. لك شو انا عملت؟
حطيت شوي صغيري قبل وشوي صغيري بعد جوزيف. حلوين؟ كثير. هلا شو بدي اعمل انا معلي؟ لانه نحن هلا جاهز نحن عنا، بس كونه بدي بعد اربع خمس دقائق اقدم الطبق. اوكي. شو رح اعمل؟ زيد رح زيد شوي صغيري من البويون تيغلوا شوي صغيري بعد مع بعضهم. وتنحضر شغله كمان كثير حلوه وسريعه. المهم اخذنا فكره هلا كيف الصوص؟ شيل الحبش، حط فيليه، حط خضره، حط باستا، حط اللي بدك اياه، ما عندي مشكله. بس الصوص هي الاهم. هلا رح نشوف يا جوزيف. اوكي. الوصفة على الشاشة، خلينا ياخذوا فكرة عن الأشياء اللي حطيناها بقلب الوصفة، أوكي، ومكتوب بالوصفة كريم فريش، بس أنا حبيت أعطي اليوم تيبس صغار كيف فينا نحضر ساور كريم بطريقة سريعة. أنا حسيت شغلة، يمكن اللي حطيته ساور كريم من اللبنة ومن الساور كريم اللي حطيته أخف دسم من الكريم فريش 100%. هيك حسيت من الطعمة الملعقة صغيرة. ممكن، وإذا رحنا أكيد نحن، بس أنت مرات كثيرة تاكل أشياء معمولة من الحليب البودرة بتلاقيها أكيد أخف. ايه طبعا. من الحليب، من حليب شو اسمه، من الحليب الطازه، اوكي، بس اكيد مش اطيب، يعني ما بدنا نجي نحكي عن هذا الموضوع، اكيد لا. اوكي، لك شو صار انا عندي؟ برجع لورا وباخذ البطاطا. طلع جوزيف انا عندي بطاطا هون. شايلهم من وين؟ من هون، من قلب البطاطا. يعني انا سالق بطاطا ومقطعهم مجوفه للبطاطا بهالطريقه، اوكي، طريقه حلوه. اوكي، بنجيب هلا هون عندي صحن، باردون دوختنا يا جوزيف، انت بانيتوني خليكي هون لالي، اوكي. وطلع هون يا جوزيف شو رح نعمل؟ طلع سمعنا، رح نجي هون. يعني نحن ما نحكي. لا ابدا، انت البانيتوني لالي يا جوزيف. ما مشكلة، أنا بدي الحبش. بدك الحبش. ما بحب الحلو كثير. ليكو كيف؟ رحنا، ليك جوزيف شو بدي أعمل شغلة كثير حلوة. بعدوني سيشت شود. ما بغنش حالي. معودين. معودين، أوكي. بنروح نحن هون، شو بدنا نعمل؟ شوية مايونيز يا شت شود بهالطريقة. شوية ماسترد يا شادي بهالطريقة. شوية خيار مكبوس إذا بدنا نقطعهم بهالطريقة هيك، شايف كيف؟ اوكي، حطينيهم هون، أخذنا شوية روكا يا أبو الزوز تكون مبسوط كمان أنت، وبنحطهم كلهم هون. طلعوا شو عم بيصير جوزيف، طلع شايف؟ سخرنا البطاطا شوي بالبلندر نتفة صغيرة هون، وهلا بنرجع كمان بننزلهم. طلع كيف؟ شو بننزلهم؟ كريم فريش او ساور كريم. اوكي، نطفي، نشيل بهالطريقه، نرجع بنجمعهم مع بعضهم. اوكي جوزيف، بهالطريقه شايف هالخلطه اللي بتعقد انت ولا لا بعد؟ فظيعه. طلع كيف؟ كما انه جوزيف فينا نزيد لهم ساور كريم، فينا نزيد لهم حليب، فينا نزيد لهم كريم فريش. اوكي طلع. صاروا عنا مخلوطين، بنعبي فيهم البطاطا. اكيد ناقصنا شوي صغيره من الملح. برافو عليك، بدنا نعبي فيهم البطاطا هلا. طلع كيف هون، عندنا كمان هون شوي صغيره من البهار من بعد الملح، وراح روح شوي صغيره كزبرة. على الكزبره، ونتفي صغيره على الجنجومبر اللي هو الزنجبيل. طلع عقد. رحنا يا جوزيف شلنا هيك، صار عندنا كمان نحن، اذا لاحظوا المشاهدين انه شو عملنا قبل، جينا سخنا البطاطا بالمايكرويف. اوكي، بهالطريقه كمان صاروا كمان سخنين معنا، وبنجي نحن هون. اوه جوزيف، طلع هون شو صار انا عندي هالخلطه الحلوه هيك. طلع كيف، بنعبي هالبطاطا بهالطريقه هون. روكا، واو، هذا مع الروكا، مع البقدونس بقلبها، مع الكورنيشون بقلبها، مع شو ما بدنا بقلبها. يعني مش ضروري نتبع الوصفه اللي انا عملتها، بس يتبعوا الطريقه والباقي هين. ليكو شو رح اعمل هلا انا هون، رح نجيب نحن الكورنيشون. طلع كيف، بالطريقه هيك كمان هون، والكابر عليهم من فوق. اوكي جوزيف. اوكي، وبيض؟ ما رح احط بيض، بس فينا نحط بيض، يعني فينا اذا عندنا من هيدا البيض اللي عملناه نحن اليوم، ما بيمنع ابدا نزيد. نشيل وحده هيك، فكره كمان كثير حلوه، تنحط، ما بيمنع. اوكي، وبجي انا هلا هون تنشيل اول شيء، ننظف صحننا. لازم يمكن تطفي عليهم؟ اوكي يلا طفينا. شلنا هيك وجبنا هالطبق اللي نحن عندنا هون، طلع شافوا كل شيء، شفنا كل شيء هون. وهلا شو بنعمل؟ ملعقه يا شيف شادي وبنجي. ليك يا جوزيف، وحده اوه اثنين انا بقدوني. اوكي اثنين هيك، ومع الصوص طلعوا الصوص شو حلوه، مع الكريمه الحامضه او مع الساور كريم، جربوها اذا بتريدوا، اعملوا معروف في الشامبينيون، محل الشامبينيون فيكون اهاليون
فيكون اللي بدكم اياه من دون اي مشكله. وما تنسوا وعد جوزيف انه بده يهديني هديه على عيد الميلاد، وقيمتها ما بتنزل عن $50 جوزيف بالعالم شهري. انا رح هلا بقى شو بدي، وهديتي لك يا جوزيف البانيتوني لسعرها $2. بس هيدا قلق.